اصدرت قياده خفر السواحل ارشادات السلامه البحريه خلال فعاليات راس السنه الميلاديه وتدعو المواطنين الراغبين باستخدام قواربهم الخاصه للوصول الى موقع فعاليه الالعاب الناريه في متحف البحرين الوطني وشاطئ مراسي والمقرر لها منتصف ليل الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري الى الالتزام بارشادات السلامه البحريه وتهيب بالمستخدمين الاتصال بمركز العمليات البحريه بقياده خفر السواحل في حال طلب المساعده